عندك زوز ألقاب اللي هما أشرف خاينة ولا أشرف جرمانة نسبة للمرحوم لطفي جرمانة الفنان القديم. ايه علاش الألقاب هذه؟ علاش مش أشرف ولا أشرف باللقب بتاعك؟ شوف عندي أشرف بركة. أنا شوف كي تشري السي دي متاعي قبل نقولوا باش تمشي تشري كاسيت ولا السي دي تسمعها تلقى فيها أشرف بركة. أشرف بركة ما فيهاش لقب. مشيت كيف البريود الأولى كي أنا صغير كنت نغني معناها الحفلات الخاصة واحد كان صوتي شبه صوت لطفي برشا المرحوم وأنا كنت نحفظ له برشا غنايات وبارا ذاك لطفي صاحبي كأخويا معناها أخوات عشيرك عشيري عشرة متاع أخوات نبات في دارهم يجيني لداري للي معناها هاول توا مات فما بريس كاكثر مشتار تونس يخسيلوا لطفي اللي هو خالي يقولوا أشرف ولد أخت جرمان كانت مبابيناتنا عشرة متاع أخوية يمكن اللي عشتوا مع لطفي ما أكثر من اللي عشتوا مع أخواتي في الدار ولا فهمت. فما شكون حتى اللي حسدك عليه اللقب متاع أشرف جرمان؟ فما شكون أحسدني وزعم كلاشاني وأنا ما عمري من كلاشي وذي لغة متاع بيز متاع تو اللي مش متمكن بفنه ويحب يتشعبط بطريقة أخرى أنا ذيك ما هيش من طبعي الوحيد معناه اللي رجعت عليه ومن بعد تقبلنا وتصالحنا وخاين طلب السماحة واحد قلت له راني أنا مانيش أنا حاب اللقب مش مانيش حاب شرف لأي فنان شعبي في تونس خاطر الراجل هرم معناه كي تقول له في جرمانة نورمالمون بصراحة من غير مبالغة راهو عنده تمثيل ذيك في الفن الشعبي فهمتني قلت له انا كي تدور تشري سيدياتي الكل تلقى فيها اشرف من غير على لقب لكن العبيد حبتني هي عطتني اللقب هذاك مانيش انا حاطه فهمت